عنا فرق كشفية جاي من كل فلسطين، حوالي 28 فرقة كشفية، تمهيدا لاستقبال غبطة البطريرك. وطبعا في منتصف الليل سيكون هناك قداس منتصف الليل اللي سيحضر سيادة الرئيس وأيضا من الحكومة. الأيام هي الأيام مميزة بالنسبة لفلسطين، بالنسبة لمدينة بيت لحم، لأنه أنظار العالم دائما بتكون متوجهة إلى أرض الميلاد، أرض فلسطين، إلى مدينة بيت لحم. وطبعا دائما الاحتفالات في فلسطين في مكان الميلاد هي مختلفة عن أي مكان من مدن العالم.